يعني اليوم كتير نحنا بحياتنا وبالظروف يلي عم نمرق فيها أحياناً بيطلع مننا كلام مزعج للآخر، وأحياناً بنقدر نعمل كنترول لحتى كلامنا يكون متزن بين الناس. قوة الكلمة وتأثيرها بالبيت، بالشغل، وبعلاقاتنا أيضاً، إن كانت علاقاتنا الاجتماعية أو بسوق العمل. رح نحكي أكثر عن يعني هيك الدمج بين الفصل بين الظروف وبين انه نحن نكون هادين ورايقين بكلماتنا، مع الاخصائيه التربويه مريم حاج عثمان. صباح الخير. صباح النور. اهلا مريم. صباح الخير مريم. صباح يا هلا. يعني على مبدا الكلمه الحلوه طالعه والكلمه السيئه طالعه، ومثل ما قالت لي احيانا يعني بتكون ردات فعلنا بسبب ضغط عم نعيشه. اليوم هاي الكلمه ممكن تاثر كثير سلبي على الشخص اللي امامنا، ونفس بنفس الطريقه نحن ممكن نعطي القوة والإيجابية بالكلمة. يعني خلينا هيك نعرف بشكل عام اليوم شو معنات إنه نحن اليوم نكون قوتنا بالكلمة اللي عم نوجهها للأشخاص. أولا خلينا نعرف شو يعني كلمة. نحن كبشر مخلوقين بالفطرة إنه نتواصل، مخلوقين بالفطرة نكون اجتماعيين. فالكلمة فكرنا إنه هي عبارة عن أحرف أو أصوات أحرف عم تنصف مع بعضها وتعطيني لفظ معين لتعطيني تواصل بين البشر. ولكن الكلمة أقوى من هيك بكتير. الكلمة هي ممكن تكون أداة لتوضيح أفكارنا اللي نحن بعقولنا، لحتى أوصل لك إياها ووصل لك المعنى. فالفكرة بالكلمة إني أنا هي أداة توضيح مبسطة، هي أسهل شيء إني أنا أحكي كلمة، أسهل شيء وأبسط شيء إني أنا أحكي كلمة، هي بالمجان ولكن إلها كتير أثر. خليني أقول لك، نحن بنتعلم بالكلام، بنغني بالكلام، بنتفاهم بالكلام، حتى خلينا نقول الأساليب أو أوامر الحرب كمان كلام. كل حياتنا هي كلام، فالكلام ما له بسيط. نحن منفكره بسيط لأنه مجاني وبيطلع عفوي، ولكن الكلام له قوة وله طاقة كتير كبيرة. نحن لازم نحد من كلامنا ونعرف مع مين عم نحكي، بنعرف لمين عم نحكي وإمتى نحكي وشو طونة صوتنا بالكلام. يعني كل هاد بتبع بالكلمة، فالكلمة ما لها سهلة بنوب. الكلمة كتير كبيرة وإلى طاقة كتير جبارة، ممكن تهد أمم، مو تهد إنسان، تهد أمم، وممكن تحفز أمم وتحفز أشخاص ماشيين بيأس، بإحباط، بأي شيء بحياتهم، ممكن ترفع لهم يطلعوا من اليأس والإحباط للنجاح، والعكس صحيح على فكرة. وهذا الشيء اللي نحن أحياناً باللاوعي نعمله مع أطفالنا. ممكن نحن نلقي كلمة يا غبي، يا مش يعني أسماء الحيوانات كلها، صفات الحيوانات كلها، وفكرنا إنه هذا ابننا نحن منمون عليه، ولكن إلى وقع باللاوعي وبالنفس البشرية وقع كتير كبير وراسخ. فكتير مهم إنه نعرف إمتى نحكي وشو الكلمات اللي نحكيها ومع مين عم نحكيها. يعني مريم، في مشكلة عند الناس بالخطوط الحمر، يمكن كتير ناس بيتجاوزوها لهي الخطوط بمونوا حالهم مع غيرهم. اليوم خلينا نحكي كيف الناس بيحطوا حدود من خلال كلمة، من خلال ممكن طريقة معاملة، لحتى ما يتجاوز الآخر بكلماته حدوده معنا. هلا خلينا نقول ليش نحن بنلجأ للكلمة لحتى نجرح الآخر. يعني أنا شلون بدي أول شيء حط حد للآخر إنه ما يجرحني بكلمة؟ طب خليني حط حالي مكان الآخر، الآخر ليش عم بيجرحني بالكلام؟ دائما نحن بالنفس البشرية نحن مندافع عن نفسنا، وأسهل شيء مثل ما قلت لك ومجانا هي الكلمات. فأنا لما بدافع عن حالي بكل الوسائل بكل قوتي فبلجأ للكلام. قديشو سلاح كتير كبير، بعكس نحن ما لنا متصورين. فبقعد بجرح بهذا الشخص، بشتمه، سبه، بهينه، لحتى أنا نال من هيبته وكرامته لدافع عن حالي. فهون هذا هو سلاح كتير كتير كبير. فأنا لازم حط حالي مكانه، هو شو اللي دفعه لحتى يحاكيني هذا الكلام؟ كتير مهم حط حالي مكانه لحتى أعرف أنا كلامي اللي عم بقوله لإله هل ترى فيه إهانة أو فيه كلام مو مفهوم، أو ممكن أنا رميت كلمة أنا ما أعطيتها أهمية. فلازم أعرف لساني شو عم ينطق. ممكن برجع بقول لك، كلمة ممكن أنا تقتل شخص، توديه للهاوية، ممكن يروح ينتحر فيها. قل له كلمة واحدة وتنمر عليه، أو قل له كلمة واحدة عم بمزح على طريق المزح، ما تلقى مزح يا ما زلمة قصدي. يعني ما قصدي، وهو قصده، لأنه نحن هذا السم اللي عم تطلعيه بهي الكلمة، أنت بدك توصليه ولكن بطريقة المزاح. أنت وصلتيه بطريقة المزاح ولكن أثر على هذا الشخص بأنه ممكن راح فعلا أدمن كحول أو
انتحار، أو ممكن أقبل على شيء غلط بحياته، أو ممكن أخطأ خطأ كتير كبير ما رح يغفر لحاله طول حياته بهذا الخطأ الكبير، وخاصة بين الأزواج إحنا بنلاقيها كتير. يعني بتلاقي الزوجة والزوج صار في شجار عادي، فبتلاقي بلشت تطلع خفايا. تمام. سموم الكلام، خليني أقول سموم الكلام بين الزوج والزوجة هي مدمرات العلاقة، وعلى فكرة ممكن بعدين يتصافوا وتصالحوا، ولكن ما بينسى وقع الكلمة خاصة للأنثى ما بتنتسى، والذكر أو الرجل وقع طونة الكلمة ما بتنتسى. إمتى حكت الكلمة وشو الطريقة اللي حكت له إياها الكلمة، كتير أنا بدي راعي بهذا الموضوع. فحدودي، لأنه أنا حط للآخر حد بالكلام معي، لازم أنا أرسم حدود، شو أنا اللي عم بحكي، شو أنا اللي عم بعطي لهذا الشخص لحتى أعرف كيف ممكن يرد لي. طبعا كتير أنا بحط حدود، أكيد أنه أنا ما بسمح للشخص أنه يهيني أو بحسب الظرف، ولكن مبدئيا وأكثر من 60% أو 70% أنا اللي لازم بادر بإني أنا حط حدود لما بيكون عندي الكلام الطيب. نحن قلوبنا، خلينا نقول قلوب مزارع، إذا زرعتي الكلام الطيب ممكن ما يطلع كله ولكن بعض رح يطلع، فخلينا نزرع هذا الشيء ونتركه، فأكيد أكيد رح يثمر عنا. خليني أقول كمان، الكلمة أو الكلام هو عنوان الإنسان. بهذا الشخص بتقولي هذا الشخص سموح بكلامه، هذا الشخص لئيم بكلامه، فالكلام هو عنوان الإنسان. أنا كيف بحكي، شو الكلام اللي بتلفظ فيه، وشو الكلام اللي أنا بتحدث فيه مع الآخر، هو عنواني وهو رح يكون البصمة تبعي والأثر تبعي. طيب مريم، يمكن مثل ما ذكرتي الكلمة سلاح، ويمكن حاليا نحن ما بنملك من الأسلحة غير الكلام، وكثير شائعة هاي القصص بين الناس بشكل عام، لأنه سهلة كثير ومجانية. مجانية، ولكن خلينا هيك نركز على نقطة. اليوم تأثير الكلمة على الشخص، يعني بعلم النفس نحن بنقول إنه هي بتتعلق بطبيعة شخصيته. يعني أنا وقت بدي أوجه كلمة إهانة لأي شخص، في أنواع، اليوم في عندك حدا غير مبالي بالكلمة اللي أنا قلتها، في ناس ممكن تاخدها بأكثر من الأصل اللي أنا حكيته، أو في ناس ممكن تقعد تفكر فيها كتير. اليوم كيف نحن قادرين نميز تأثير، أو خلينا نحكي عن تأثير الشخصية بضمن موضوع الكلام؟ يعني هلأ خلينا نقسم الشغلة لقسمين. قسمة إنه هي الكلام الطيب هو شو من كان، أي نمط شخصية، أي نمط أثر إنساني قدامي حتأثر فيه، لأنه هي الكلمة الطيبة بتأثر بالولد الصغير وبالرجل الكبير، فالكلمة الطيبة خلينا يعني نعتمدها إنه هي إلى أثر كتير كبير. طب خلينا نروح للي تفضلتي فيه، إنه في ناس حساسة زيادة، في ناس بتاخدها إلى معنى وأبعاد، في ناس بتاخدها إنه لا قصدك كذا وقصدك كذا، في ناس ما نفع، أو ما قلنا في ناس غير مبالية. غير مبالية لأنه أنت الشخص اللي عم بتلفظ فيه هذا الكلام أصلا ما بيهمني، عشان هيك غير مبالي. ولكن لو بتجيني الكلمة من إنسان عزيز وبيهمني، فهي عندي هيك جبال، يعني كانت إيجابية ولا سلبية هي عندي هجبال، فهي بتتبع حسب الشخص اللي قدامي وأثره بحياتي وغلاوته بحياتي، أو هو مين بالضبط، قرايب، رفقة، شو نوع العلاقة اللي معه. فخلينا نفرق بين نوع العلاقة وأنماط الشخصيات. هلأ ممكن أنا أكون حساس زيادة عن اللزوم لألفاظ معينة، أو بطبقة صوت معينة، أو بمواقف معينة. هون أنا بيجي هون خلينا نقول الخبرة عند الإنسان اللي عنده تواصل جيد مع الآخر، بيعرف في أنماط شخصيات حساسة، أنماط شخصيات ممكن تكون غير مبالية، أنماط شخصيات ما بتاخد أبعاد للكلمة، فأنا لازم أكون على دراية ولو بسيط فيها. ولكن الكلمة الطيبة شو من كانت، شو من كانت شخصيتك، شو من كانت أنت، غير مبالية مبالية رح تأثر فيكي. عشان هيك دائما خلي كلامنا طيب، خلي كلامنا إيجابي. هلأ حتقولي لي كيف بده يكون كلامنا إيجابي ونحن بهالظروف هاي والشخص اللي قدامي سلبي. أصلا لا يستحق. أنا عم بعطي طابعي، أنا عم بعطي بيئتي، أنا عم بعطي تربيتي. على فكرة ممكن الشخص اللي قبالي يكون هو فعلا إنسان ممكن يقول لئيم أو أهاني بشي، ولكن لما بتردي بلفظ إيجابي وطيب ممكن مو بنفس اللحظة تزرعي، ممكن بعدين تزرعي مع نفس الشخص. فدائما بنقول ازرعي الكلمة الطيبة لأنه رح تطلع ثمارة كتير حلوة، طبعا مو آنية، دائما مستقبلية. ممكن مع أطفالي تكون آنية، لما أنا بحكي مع طفلي أو بحكي مع حتى يافع أو حتى زوجي أو مين من كان، كلمة طيبة بتلاقيه لحاله إجا. يعني النفس عنا، نحن عزة نفس، النفس ما بتحب لا التخويف ولا التهديد ولا التجهم، ولا يكون انك انت عم تحكيني بشتائم او سلب. مين انت لحتى عم ترفعي صوتك علي حتى لو كان ولد صغير؟ النفس عندها عزه، فما بتقبل ابدا مين بيخليها تخضع غصبا عنها.
بيحب اللي بيكسبها بود، وهي هي لحالها بتسلمه نفسها. فانا لما بقول له حبيبي اعطيني الكاسه، غير لما بقول له تعا اعطيني الكاسه، فهي كلمه طالعه وهي كلمه طالعه. وايامنا شو بتقول؟ ايام ستي وجدي بيقولوا كلمه بتحنن وكلمه بتجنن. احيانا بيكون وقع الكلمه كارثيه على الانسان، وقع الكلمه كارثيه على الظروف اللي احنا عايشين فيها. ونحن يعني بهالظروف يعني اكثر شيء بدنا اياه هي الكلمه الطيبه حتى تهدي النفوس اللي نحن مليانين بالمشاعر السلبيه. نعم مريم، خلينا هيك قبل ما نختم مع حضرتك نركز بكلماتنا مع اطفالنا يلي يمكن من وقت ما يخلقوا رح يتاثروا فينا بمزاجيتنا بطباعنا بكلماتنا. يعني كيف فينا نحن هيك نكون صح مع اولادنا؟ قديش كلمتنا اليوم لها تاثير عليهم، بتهديهم بتربيهم بطريقه صحيحه، بتشبعهم عاطفيا ونفسيا ايضا. تمام. هلا اكيد نحن بنربي بالكلام وبنربي بالافعال، ولكن حتى الافعال هي حوار غير لفظي. الكلام هو حوار لفظي، انا عم بناقش ابني وحاوره فهو حوار لفظي. افعالي وانا قدوه فهو حوار غير لفظي. فرجعنا للكلام، فخلينا نقول انا لما بدي احكي مع ابني وربي ابني بالكلام، بدي اعاقبه بالكلام، بدي مثلا امدحه بالكلام، بدي شجعه بالكلام، بدي عاتبه بالكلام. فالكلام كثير مهم بتربيه اطفالنا. فدائما خلينا ننقي الالفاظ الغير مهينه، ما نقول له هذا طفل صغير ويلا وانا هلا معصبه وبمون عليه، ابدا. حتكون الى اثر جرح ممكن يلتئم ولكن حيضل له علام. هلا الاطفال كثير مهم انه نعرف انه الاطفال حساسين للكلمات، لانه هلا عم بينفتحوا للعالم، وبالكلمات بمصطلحات الكلمات اللي عم يتعلمها عم بيتعرف على العالم الخارجي. فشوفي كلماتنا قديش قاسية أحيانا بتكون معهم، فبيطلع عنا أمراض نفسية وعقد نفسية، وممكن تطلع عنا أنماط سلوكية ما بتشبهنا وما بدنا إياها لأطفالنا من طريق تواصلنا معه بالكلمات. فخلينا نقول كمان الإنسان مجبول أو عنده حاجة كبيرة وغريزية للحب، حب الأهل، حب الزوج للزوجة، الحب المجمل، حب الإبن، حب الأم. فدائما خلينا نقول الحب هو رقم الواحد بالسعادة بالأرض، والسعادة تترجم بالكلمات، أو الحب خلينا نقول المحور الأساسي فيه هو الكلمات. فأنا ما بقدر أن أعبر لك على محبتي بس بالأفعال، خاصة للإناث على فكرة. دائما بدها كلمات، كلمات تثبت أني أنا إيه في أفعال عم بتحبيني فيها، أنا طفلي بحبك بأفعالي، أنا عم بهتني فيك حبك. ولكن هو طواق ليسمع كلمات الحب، طواق ليسمع كلمات التشجيع، طواق ليسمع كلمات أنه هو قادر يعمل هذا الشيء. نفس الشيء الزوجة كمان هي طواقة لحتى دائما يرن بإذنا كلمات الحب لحتى تدعم هذا الشيء بعمق ودفء أكثر. طيب مريم، حكينا بنقطة أنه ذكرتي مثل كتير حلو، كلمة بتحنن وكلمة بتجنن. صحيح. خلينا وقت نكون بقمة عصبيتنا أو بقمة ردة فعل سلبية ورحنا للكلمة اللي بتجنن مع شخص، أحيانا بيكون الغلط أو ما بيستاهل. صحيح. يعني بتكون عفوية غير مقصودة بالنسبة لنا، ولكن هذا الشخص بجوز ينجرح كتير لأنه هو حدا غالي بالنسبة لنا ونحن غاليين بالنسبة له. صحيح. يوم كيف نروح للترميم بالكلمة اللي نفس الفكرة؟ يعني هلأ إذا أنا بدي أقول كمان شقين، إذا أنا معصبة كتير الأفضل إني أنا التجم عن الكلام، الصمت. حكيت مش الحال. الصمت هو 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 مفتاح هالموضوع هذا. طب أنا حكيت طبعاً بده يترك أثر، وأنا لازم أكون مسؤولة عن كلماتي، وفيما بعد إني أنا لما بعصب التزم الصمت، يعني يكون إلي درس. ولكن هلأ أنا قلت كلمة ورجحت، أكيد ما رح تترمم بسهولة. يعني الشيء اللي تهدم بده سنين لحتى ينبنى، فهي الكلمة بدها وقت كتير لتلتئم مثل الجرح تماما. ولكن ثقي تماما انه حتضل في الى ولو علامة صغير، مشان هيك مستقبلا يكون عندي درس اني انا لما بعصب انزوي لحالي، بعرف حالي ممكن يكون اتلفظ بكلمات، انا من عصبيتي اتلفظ بكلمات كتير كبيرة، فهون انا بيجي كنترول على السيطرة على النفس، إني أنا انزوي لحالي، إني بحالي عن الآخر كرمال أنا ما تيجي مثل ما قلتي بشخص عن جد عزيز علي وهو فعلا ما بيستاهل. نعم. يعني مريم بنتمنى من الكل إنه يقدروا يعملوا كنترول ببيتهم وبشغلهم ويتدربوا تماما على الكلمة الحلوة، وهيك لحتى نتساعد بهالوقت وبهالأيام الصعبة علينا إنه تمرق علينا أسهل وأهين وألطف. ميرسي كتير إليك، شرفتينا ونهارك سعيد.